السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. المحاضرات اللي قدمناها سابقا حوالي 8 أو 9 محاضرات كانت تشمل أساسيات التحضير للمحاضرة الحالية. ما بنقدر نمشي بين المحاضرة إلا لما أعطينا المحاضرات السابقة. فحنا بنبدأ بعرض الحالة الأولى اليوم، حيكون عندنا حوالي 20 حالة، فتابعوا معنا وإن شاء الله بتعجبكم. عندنا مريضة عمرها 54 سنة، هي افريكان امريكان يعني العرق الاسود، جاي على العيادة لعندي بنيفروتيك سيندروم، فول نيفروتيك سيندروم. في عندها بول 24 ساعة في بروتين 5.8، الالبومين بالسيرم عندها 2.2 يعني نازل، في عندها اديمة، في عندها ودمات، وفي عندها زيادة بالوزن حوالي 25 باوند يعني حوالي 12 كيلو. بالباس ميديكال هيستوري قصتها المرضية السابقة، في عندها ارتفاع ضغط هايبرتنشن لمدة 20 سنة، في عندها ارثرايتس بالنيز بالركبتين، التهاب مفاصل بالركبتين، بتاخذ لون مضاد التهاب غير ستيرويدي نون ستيرويدال، وهي موربيد اوبيس، هي بدينة. ادويتها في عندها الميلوكسيكام، الهيدروكلورثيازايد، الليسينوبريل، لوفاستاتين، البروبوكسيفين والاسيت امينوفين الباراسيتامول. بفحصها السريري في ضغطها 140 على 100، عندها وذمات انطباعيه 2 بلس بالطرفين السفليين، في عندها وزنها الحالي هو 273 باوند يعني لنا حوالي 140 كيلو جرام. بالنسبه لتحاليل المريضه، كرياتينين المصل كان عندها 0.82 يعني طبيعي اقل من 1، عندها اليورين سيدمنت كانت بلاند يعني ما هي اكتف سيدمنت، ما في عندها ار بي سي كاست، ما عندها تشوه بيلي كريات حمر او تشوه بالكريات الحمر اصلا. سيرولوجي بالمصل كلها كانت نيجاتيف او طبيعيه، وهذا الشيء بيشمل الاي ان اي، بيشمل الانتي دي ان اي، بيشمل الاتش بي اس انتيجين، هيباتيتس سي انتي بودي، انكا سواء بي او سي، الروماتويد فاكتور، الكومبليمنت سي 3 وسي 4 كانوا ضمن الحدود الطبيعيه. لما بحثنا عن المونوكلونال سبايكس كانت نيجاتيف سواء بالسيرم او باليورين، عملنا الاس بيب او اليو بيب اللي هو الرحلان الكهربائي الى البروتينات بالمصل او بالبول، سواء كان كلاهما ما في مونوكلوناليتي. بالنسبه للعلاج اللي بدي اعالجه، عالجنا المريضه بانه وقفنا الميلوكسيكام اللي هو النون ستيرويدال. بعد شهرين المريضه بعدها بالنيفروتيك سيندروم، بعدها بالإديمة واللو البومين والهاي بروتين يوريا، فقررنا نعملها كيدني بايوبسي، وعملنا الكيدني بايوبسي. هذا السلايد الاول، المطلوب منكم انكم تعرفوا اول شيء شو هو الملون اللي استخدمناه، بعدين اذا في شيء ابنورماليتي شو هي الاخطاء او شو هي المشاكل بهذا السلايد. خذوا ملاحظاتكم، حاعطيكم 5 ثواني وبعدها انتقل للسلايد الثاني واعطيكم نفس الشيء 5 ثواني وننتقل للخيارات ونشوف شو اجاباتكم. كمان هذا السلايد الثاني بنعطيكم 5 ثواني. بنتقل للسلايد الثالث الإيمينوفلوريسنس، هذا معمول للاي جي جي، بعطيكم 5 ثواني. وهذا المجهر الالكتروني كمان بعطيكم عليه 5 ثواني. هلا المحاضرتين الاخيرات اللي سبقوا هي المحاضره شملوا الالف باء تبع الباثولوجي، ممكن ترجعوا لهم اذا ما كنتوا متابعين هون مشان تعرفوا شو بدكم تشوفوا او شو لازم تقراوا بهي السلايدات. ننتقل للخيارات، ما هو التشخيص المحتمل او الافضل لهي المريضه؟ هل هو FSGS اللي هو Focal Segmental Glomerulosclerosis، تصلب كبي بؤري قطعي؟ هل هو MPGN Membrane Proliferative Glomerulonephritis، التهاب كبد وكلية منمي غشائي؟ هل هو Minimal Change Disease، داء الكبد قليل التبدلات؟ هل هو Membranous Nephropathy، اعتلال الكلية الغشائي أو اعتلال الكبد الغشائي كمان بنقول له؟ أو هو Fibrillary Glomerulonephritis اللي هو التهاب الكبد والكلية الفايبريلري. Fibrillary هو اللييفي
هيك ترجمتها، ما بعرف اذا كان هالمصطلح موجود او لا. رجعوا قرأوا السلايدات مرة ثانية، اختاروا الاجابة الافضل. هعطيكم 5 ثواني قبل ما انتقل للسلايد اللي بعده، وابدأ احكي او اشرح شو شايف انا بالسلايدات، ونعرف شو هو الحل لهي الحالة. طيب نبدأ بالسلايد الاول مرة ثانية. اولا الملون المستخدم هو البي اي اس الباس. لاحظوا انه في عندي البيزمنت ممبرين سواء للكوبب الكلوية او للبومان كابسول او للتوبولر، كلها لونها بيربل ارجواني، يعني اخذ الباس، فهذا بيدل انه هي باس. هذا اول شيء، هذا ملون الباس، هي رقم واحد. رقم اثنين، انا بدي اطلع على الكوبب الكلوية، هل شايفينها مفتوحة بالمجمل؟ انا شايفها كلها مفتوحة، ماني شايف اي تكاثر خلوي جوا اللمعة، داخل اللمعة intracapillary، وبالتالي ما في عندي proliferative lesion هون، ماني شايف تكاثر جوا الخلايا. بنيجي على البيزمنت ميمبرين اللي هو الغشاء القاعدي للكوبب. لاحظوا هذا الغشاء القاعدي، لاحظوا انه مرسوم رسم لانه عم نستخدم الباس، وهي ميزه هذا الملون. قارنوا مثلا بين هون السماكه، شايفين محل محاطه المؤشر سماكه الغشاء القاعدي هون، قارنوها مع سماكه الغشاء القاعدي تبع التيوبلز اللي هي الانابيب الكلويه. ما بعرف اذا بتوافقوني انه متسمكة، يعني في عندي الجي بي ام ثيكنينج، زيادة بسماكة الغشاء القاعدي. انا هذا الشيء اللي بقدر بقرأه بهذا السلايد. مرة تانية بتدققوا وبتقارنوا بين سماكة الغشاء القاعدي للكوبب الكلوية للكابيلاري مقارنتها مع البيزمنت ممبرين للبيزمنت ممبرين تبع التوبلز. اذا بتوافقوني راح تلاقوا انه هي متسمكة. ننتقل للسلايد اللي بعده. اول شيء الملون، لاحظوا انه الغشاء القاعدي اخذ اللون الاسود، وهذا السيلفر ستين اللي هو بيلون الغشاء القاعدي وبيرسمه بشكل جيد ودقيق. ما بعرف اذا شايفين هالنقط هي اللي هلا، مثلا هذه كبة كلوية، هذه عفوا كابيلاري، هذه احد الكابيلاريز. لاحظوا هالنقط المرسومة اللي زارعتها زرع، لاحظوها بكل الكابيلاريز. هذه بنسميها سبايكس، هذه سبايكس هيك تقرا، ذره او شوكات، يعني شيء مزروع على الغشاء القاعدي. فهذا سيلفر ستين وانا شايف سبايكس، هذا هو الشيء اللي بقدر بقراه بهذا السلايد. هلا انا مو بالضروره عم اقرا كل شيء، ومو بالضروره يكون قراءتي هي بروفيشنال، بس انا عم اقرا الشيء اللي بعرفه والشيء اللي واضح لإلي وشيء بقدر أعلمكم إياه. بالمقابل الغاية هي أصلاً إنه نحن نعرف نقرأ باثولوجي أو نقرأ لغة الباثولوجي، وليس إنه نتعلم بنقرأ سلايدات لو حنا بالمستقبل، خاصة إنه هذا الكورس موجه للنيفرولوجيست مش للباثولوجيست. الإيمينوفلوريسنس هون أنا شايف أول شيء هذا أنتاي اي جي جي، يعني هن بيستخدموا مادة مشان يظهروا الاي جي جي. فهون الاي جي جي اول شيء هو بوزيتيف، هو بوزيتيف. هلا اللي بيعطيني الرقم تبعه بوزيتيفيتي هو الباثولوجيست، فهي مثلا بلس 3، ما حادخل فيها بتفاصيلها، فهو اول شيء بوزيتيف للاي جي جي. هلا الشيء الثاني، انا بشوف توزع الاي جي جي هون بهي الكبة الكلوية، هذه الكبة الكلوية، فهل هي كابيلاري بيري كابيلاري ولا هي ميزانجل؟ ما بعرف اذا شايفين الكابيلاريز، اذا ملاحظين انه هذه الاي جي جي عم يرسم الكابيلاري رسم، فهو بيري كابيلاري، حول الاوعيه متوزع، فحول الكابيلاري موجود بجدار الاوعيه وليس بالميزانجيوم. ماني شايف ميزانجيوم، مثلا الميزانجيوم بيكون بالنص، ممكن نشوف سلايدات ثانيه بترجعوا مره للمحاضرات السابقه كيف الميزانجل ديستريبيوشن بيكون مكان بيكون شكله. هي رقم اثنين. فهلا عرفنا انه هو اي جي جي، طبعا هذا الباثولوجيست اعطاني اياه، عرفت انه هو بيري كابيلاري، هو اي جي جي طبعا الباثولوجيست خبرني. اضافه لانه سؤال اللي هلا، هل هو لينير خطي او جرانيولر حبيبي؟ هذا بنسميه جرانيولر. لاحظوا انه في نقط، ما بعرف اذا بتقدروا بتدققوا فيها، نقط اكثر من غيرها. اللينير بيكون مرسوم خط واضح ما في لبس، ممكن ترجعوا للمحاضرات السابقة وتشوفوا. فأنا شايف granular بيري كابيلاري اي جي ديستريبيوشن، هذا الشيء اللي بيقرأه من الاي اف هون. بنيجي للمجهر الالكتروني، أول شيء هذا هو الغشاء القاعدي، وهذه داخل اللمعة، هذه الميزانجيوم.
الشيء اللي لازم اول شيء اقراه مثلا هذه الفود بروسيس، لاحظوا انه هي افيست ما هي طبيعيه، رجعوا للصور الطبيعيه تعرفوا انه هذه افيست، هذه ما هو نورمال فود بروسيس. اضافه لانه لاحظوا هالنقط السوداء جوا الغشاء القاعدي، مناطق اللي لونها اغمق، الصوره ما انا واضحه، حشوف فيكم صور اوضح لاحقا. فهذه كلها امينو كومبلكس، هذه ديبوزيتس، هذه معقدات مناعيه متوضعه ضمن الغشاء القاعدي. هل هي سب ابيثيليال ولا سب اندوثيليال؟ اذا شايفينها اقرب لفوق فهي سب ابيثيليال، انا شايفها هون سب ابيثيليال ديبوزيتس. فهذا اللي شايفه بهذه المجهر الالكتروني، في عندي فوت بروسيس افيسمنت وفي عندي سب ابيثيليال ديبوزيتس. تشخيص راح يكون ممبرينس نيفروباثي، اعتلال الكبب او اعتلال الكبب الغشائي. هذا الشرح عم يقول لك انه في ثيكنينج بالغشاء القاعدي ربما بالشكل الاول، حكينا عن سبايكس، حكينا عن الجرانيولر والكابيلاري وول بوزيتيفيتي للاي جي جي بلس 3. التلوينات الثانية كانت بلس 1 فور سي 3 بس ما شافونا الصورة، وكان نيجاتيف للسي 1 كيو، هذا مميز للممبرينس، السي 1 كيو بيكون نيجاتيف والسي 3 بيكون بوزيتيف بس مش زي الاي جي جي. الميزانجوم ما كان في اميونو ديبوزيتس بالمجهر الالكتروني، تيوبولر نفس الشيء. اللي شفناه بالمجهر الالكتروني ان في عندي سب ابيثيليال الكترون دينس ديبوزيتس، الفود بروسيس افيست، هذا التشخيص حطينا على اساس كل الموجودات السابقه هو برايمري ميمبرينو نيفروباثي. لو سألنا أنفسنا شو هو اعتلال الكبب الممبرينس الغشائي، باختصار هو ديفيوز جلوبال سب ابيثيليال ديبوزيتس، معقدات مناعية بتتشكل معظمها بتشكل بهي المنطقة اللي هي الطرف الثاني من الغشاء القاعدي سب ابيثيليال تحت الخلايا الظهارية، هذه المعقدات تكون منتشرة على كامل الكابيلاري بشكل ديفيوز، بيحاول الغشاء القاعدي يرمم نفسه فبيحاول يحيط فيها لهذه الديبوزيتس، بيحيط فيها بعدين بيحيط فيها بالكامل، ممكن يصير فيها ريزوربشن لاحقا. هذا هو باختصار اللي بيصير بالممبرينس نيفروباثي. شو هي اسباب الممبرينس نيفروباثي؟ حاليا يقسم لقسمين رئيسيين، برايمري اللي هو معظم الحالات حوالي 75% من الحالات، وسكندري بيكون في عندي مرض ثاني جهازي وبيكون الممبرينس نيفروباثي هو جزء او تظاهر لهذا، احد تظاهرات هذا المرض. البرايمري سابقا كانوا يسموه ايديوباثيك مجهول السبب، بس حاليا لا، صرنا نسميه برايمري لانه صرنا نعرف انه بالسيرم تبع هدول المرضى في اضداد، في انتيبوديز موجهه لمستضدات لانتيجينز موجوده على البودوسايت. المستضدات المكشوف الاضداد اللي كشفناها لحد هلا في الفوسفولايبيز A2 ريسبتر انتيبوديز، يعني هي اضداد موجهه تجاه هذا المركب اللي هو موجود على البودوسايتس على الخلايا القدميه، وبنسبه اقل وهو حوالي 80% اظن 70 ل 80% من الحالات، وبنسبه اقل لما بيكون هذا سلبي بنلاقي اضداد موجهه لهذا المركب الثاني اللي هو ثرومبوسبوندين، اسمه طويل بس بدايه ثرومبوسبوندين. فكلاهما هدول من الانتيجين الموجوده على على الخلايا القدميه، فالاضداد بتجي من السيركوليشن من الدوران وبتتجه وبتساوي معقدات على الخلايا القدميه لهدول المستضدين، واحد منهم. هذا بالبرايمري. هلا السكندري معناتها في عندي مرض جهازي، في سيستميك ديزيز، في عندي عم يتظاهر باصابته للكليه بانه يكون في عندي ميمبرينس نيفروباثي، سواء كان الذئب الاس ال اي احد انماط الاصابه بالذئب انه بيساوي ميمبرينس نيفروباثي، الهيباتايتس بي من اشهر الانفكشنز الفيروس اللي بيساوي ميمبرينس، المالجنسي السوليد مالجنسي سواء كان الكولون او غيره، الادويه اللي اشهرها الانسيدز ممكن تعمل، وفي روماتويد ارثرايتس ميديكيشن الاولد وان ممكن تعمل اللي هي مثلا الجولد وغيرها. فهدول الاربع اسباب ثانويه الاشياء، ربما تقراوا كل هالقائمه بس انا اللي بيهمني ربما كتبسيط الاسباب الاربعه، واحد منهم
الاوتوميون ديزيز، الانفكشن، مالجنسي او ميديكيشن. ذكروا الاربع اسباب كسيكندري كوز للممبرينس نيفروباثي. بالنسبه للبرايمري، انا في عندي اصلا انتيجين موجوده على البودوسايت، سواء كان الفوسفولايباز A2 ريسبتور او كان الثرومبوسبوندين، بيسموه ثرومبوسبوندين تايب 1 دومين كونتيننج 7A، هذا هو اسمه الطويل. فهدول موجودين اصلا على الخلايا القدميه، فالاضداد بتيجي من السيركوليشن بتعبر الكابيلري، بتعبر الغشاء القاعدي، بتكون اضداد صغيره وبتوصل لهي المنطقه بتساوي المعقدات المناعيه هون. لو إننا عم نحكي عن السكندري، السكندري هذا أحد النماذج للسكندري، ففي نظريتين، إما إنه الأنتيجين بتجي من السيركوليشن من الدوران وبتجي على الخلايا القدمية وبتنزرع فيها وبعدين الأضداد بتجي، أو إنه هي أصلاً معقدات مناعية صغيرة بتعبر الغشاء القاعدي بدون مشكلة وبتوصل للبودوسايت وبتتشكل هون. شو المشكلة بهذه المعقدات المناعية؟ هذه المعقدات المناعية ممكن تعمل تفعيل لوكالي للكومبليمنت داخل التفعيل المتممة بالمنطقة. بمرض الممبرينس ما بيكون في نقص بالمتممة، C3 وC4 بيكونوا نورمال، بس ممكن يصير انسايتو اكتيفيشن، هذا الشيء بيعمل أذية للخلايا القدمية فبتروح الفوت بروسس بتصير افيز وبيصير البروتين ليك. لاحظوا انه هي المعقدات المناعية وهي الحدثية عم تصير على الطرف الثاني من الغشاء القاعدي. انا هون الدم عندي، هذا الدم عم يعبر من هون، وهذا هون المسافة البولية، فهدول اقرب للمسافة البولية، فعادة ما بيصير حدثية التهابية، ما بيصير inflammatory process. وبالتالي من تعريف هذا المرض انه ما بيصير proliferation بالطرف هذا، لانه هذا فقط الاصابة من هذا الطرف، لذلك بصير بروتين يوريا بيور بروتين يوريا، ما بيصير في عندي مثلا هيماتوريا او كاست او غيره. هاي من مميزات الإصابة بهذا المرض. هذا مجهر الكتروني، صورة مجهر الكتروني. لاحظوا انه انا عندي هذا الغشاء القاعدي، لاحظوا ما فيه اي مشاكل، ما فيه انزراعات، ما فيه ديبوزيتس، وهذه الفوت بروسيس لاحظوا انه سليمة. لما بيصير في عندي الممبرينس، هذه احد مظاهر الممبرينس، انا في عندي خلايا، في عندي امينو كومبلكس ديبوزيتس، والفوت بروسيس كلها تأفيست. باختصار الممبرينس نيفروباثي ثلاث شغلات: جي بي ام ثيكنينج، لاحظوا قديش هو متسمك، اي جي جي ديبوزيتس، بيري كابيلاري جرانيولر، اضافه للمجهر الالكتروني بنشوف السب ابيثيليال ديبوزيتس. فهذه ثلاث صور، اذا شفتوا وحده منهم فغالبا التشخيص هو واحد من هو الممبرينس نيفروباثي. جماعة الباثولوجيست بيعطوا أربع مراحل لهذه الإصابة بالممبرينس نيفروباثي، بس ما كتير بتهمنا كسريريين لأنه ما بترتبط بالسريريات وممكن تتواجد عند نفس المريض. بس باختصار أنا حطيتها لأنه بتشرح شو ممكن نشوف بالباثولوجي. بالبداية بستيج 1 الإيمينو ديبوزيتس بتنزرع، بالمرحلة الثانية الغشاء القاعدي بتشكل حواليها بس ما بيحيط فيها كاملا، لاحظوا انه الجي بي ام هون عم يغزوها لهي الامينو ديبوزيتس. بالمرحلة الثالثة الغشاء القاعدي البيزنت ممبرين بيحيطها كاملا، وهون انا ممكن اشوف دبل كونتور وهي علامة ازمان للاصابة. وممكن بالمرحلة الرابعة لو عملنا مجهر الكتروني نشوف انه الديبوزيتس ريزوربت كلها بتنشال، ما بيبقى محلها فاضي. هاي المرحلة الرابعة. ففي أربع مراحل الإصابة. مرة ثانية هذا تشخيص تشريحي مرضي، سريريا ما كتير بيفيد لأنه ما كتير بيغير من المعطيات السريرية. راح أستعرض كم صورة. مثلا أول شيء هذا الملون، هذا BAS باس. لاحظوا الجي بي ام ثيكنينج، واضح الجي بي ام ثيكنينج، قارنوها مع التوبيلر. ما بعرف اذا واضح عليكم انه ثيكند، هذا الشيء اللي حاكد عليه بهذا السلايد. ما بعرف اذا كان السبايكس واضحه، يعني اوضح من هيك انا ماني شايف صراحه. هذا الكبسول تبع بومان كبسول، هذه الكابيلاري، هذه الجي بي ام، هذه التسمك اضافه للثيكنينج. ولاحظوا انه الجي بي ام بلش يغزو هي الانزراعات وعم يحاول يحيط فيها كامله. هون الجي بي ام احاط بكامل الانزراعات وعمل دبل كونتور. دبل كونتور هي علامة ازمان بالممبرينس نيفروباثي، فهذا بنسميه دبل كونتور. اظنه واضح جدا.
اظن حكينا انه الانتي جي الاي جي جي ديبوزيتس بتكون جرانولر، بتكون بيري كابيلاري. الشيء اللي حابب اذكركم بهذا السلايد انه لو عملنا لها سب كاتيجوري اناليسيس لهذه التلوينات، مثلا الاي جي جي في بنعرف انه اربع انواع، في الاي جي جي 1، اي جي جي 2، اي جي جي 3، اي جي جي 4. لو عملنا التلوينات تبع هذول الاي جي جيز وطلع عندي هذا اي جي جي 4 فهذا برايمري ميمبرينس، لو كان 1 اور 2 فهو غالبا سكندري، غالبا ليبوس نفرايتس مثلا او هيباتايتس. فمن مميزات البرايمري انه الاي جي جي اللي بيتشكل او اللي بيترسب هو اي جي جي 4. هذا مجهر الكتروني، لاحظوا الانزراعات، لاحظوا الديبوزيتس ساب ابيثيليال، لاحظوا انه بالميزانجوم في عندي انا معقدات مناعيه هون. من مميزات البرايمري، البرايمري معقدات مناعيه تتشكل كلها فقط بالساب ابيثيليال، مجرد شفنا ميزانجل ديبوزيتس بالميمبرينس معناته هذا سيكندري، هذا ثانوي، ممكن يكون ليبوس، ممكن يكون هيباتايتس بي مثلا. فوجود معقدات مناعيه بالميزانجوم فهذا سيكندري غالبا. وجود الميزانجل اكسبانشن كمان، مثل ما ان الاصابه هي سب ابيثيليال، الميزانجوم ما بينصاب عاده، حدوث ميزانجل اكسبانشن معناته في عندي اصابه ثانويه، مثلا بهي الحاله هيباتايتس بي هو سبب هي الاصابه. لاحظوا انه هذا سيلفرستين، لاحظوا سبايكس، ما بعرف اذا كنتوا قادرين تشوفوها، بس الميزانجوم هون ما هو طبيعي، هذه منطقه ميزانجوم متوسعه فيها اكسبانشن، فهذا غالبا سيكندري هون بهي السلايد هذا هيباتايتس بي. الإصابة بالميمبرينس هي إصابة ممكن تشفى، ممكن تعمل ريلابس، ممكن يصير في نكس متكرر، ففي إزمان للإصابة، فهذا الشيء على المدى الطويل ممكن يعمل سكليروسيس، ممكن يعمل تصلب بأجزاء من الكوبب الكلوية. لاحظوا هذه السيلفرستين، طبعا هذا سيلفرستين، لاحظوا سبايكس، هذا ميمبرينس، لاحظوا التسمك الإشعاع القاعدي، بس هي المنطقة فيها سكليروسيس، سيجمنتال سكليروسيس، سيجمنتال يعني جزء من الكوبة قطعي. هل هذا بيشخص FSGS؟ لا ابدا، هذا مش FSGS، هذا ستيل ميمبرينس وفي عنده سكليروسيس بالكبه الكلويه، فهذا دليل اصابه شديده بالميمبرينس، هذا علامه انذار سيء بالمناسبه، انذار سيء يعني ممكن المريض يتجه للقصور الكلوي اسرع من غيره. الفكره اللي بدي اللي اذكركم فيها ونحنحكي فيها لاحقا انه السكليروسيس او السيجمنتال سكليروسيس او FSGS هو ليس مرض بحد ذاته، هو متلازمه او باترن اوف انجري خلينا نقول، وفي له انماط كثير، في عنده امراض كثير بتندرج تحته، منها مثلا الاصابات الكوبيه الاخرى اللي هون مثلا ميمبرينس او الليبوس نفرايتس، كلها ممكن تعمل سيجمنتال سكليروسيس، وما بنقول تشخيصها بهالحاله FSGS بل بنقول ميمبرينس مع سكليروسيس. نفس الشيء هذه ملون، رح اسالكم شو هو الملون، حتقولوا لي انه البيربل، انا شايف اللون الارجواني عم يحيط بكبسول ببومان كبسول، فهذا بي اي اس. لاحظوا الغشاء القاعدي مرسوم، في تسمك بالغشاء القاعدي، هذا ميمبرينس نيفروباثي. لاحظوا الميزانجوم هون كيف متوسع وكيف طبعا هو باس بوزيتيف هون، فهون هذا سكليروسيس كمان مرافق للميمبرينس، ميمبرينس مع سكليروسيس. لاحظوا هذه الصورة، لاحظوا البيزمنت ممبرين متسمك، هذه إصابة ممبرينس، ممبرينس ربما هون في شوية سكليروسيس I'm not sure، بس لاحظوا الانترستيشيوم، لاحظوا التوبولر انه فيها اتروفي، لاحظوا البطانة تبعها، لاحظوا انه ما هي باك تو باك، ما هي مرصوفة مع بعضها، في كتير انترستيشيوم بيناتها إضافة للارتشاحات الخلوية الموجودة، الخلايا الموجودة، ما حأذكر أكثر من هيك. فهذه interstitial fibrosis مع tubular atrophy مع عند مريض membranous nephropathy، هي علامة إصابة شديدة، علامة إزمان، وعلامة إنذار سيء بأنه هذا المريض ممكن يتجه للقصور الكلوي سريعا. حكينا بالمحاضرة رقم واحد أنه الفايبروسيس interstitial fibrosis هو أهم عامل بيحدد لي شو ممكن يصير بهذا المريض وشو هي مدى او فائدة العلاج لهدول المرضى. حكينا بالاسباب البرايمري انه معظم هدول المرضى بيكون عندهم اضداد للفوسفولايبيز A2 ريسبتور، حوالي 70 ل 80% من هدول المرضى.
نعمل هون هلا حاليا صار فينا نعمل التلوين المناعي لهدول لهاي الأضداد. فلاحظوا انه هذه الاضداد مترسبه بالبيري كابيلاري نفس توزع الاي جي جي، هذه كوبيكال او متوزعه بالبيري كابيلاري مرافقه للاي جي جي. هيك بكون وصلت لنهايه المحاضره، بتمنى اني يكون اعطيتكم فكره جيده عن الميمبرينس جلوميرولونفرايتس او جلوميروباثي، مش نفرايتس بالمناسبه لانه هو معظم الحالات ما بيكون في التهاب، وبالتالي الافضل تسميه هو اعتلال الكبب الغشائي وليس التهاب الكبب الكلي الغشائي. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله يا رب هيك حيكون نمط المحاضرات لمدة 20 محاضرة قادمات. اتمنى انه تعطوني رأيكم، واذا في اقتراحات ممكن نعدل او نغير. اتمنى انه يكون هذا اسلوب ناجح، وان شاء الله منتابع معكم. السلام عليكم.